مرحبا بكم كاشخين الكل في ركن بعد الماتش. ضيفنا اليوم سراج الدين شيحي باش نحكيو على مباراه الترجي الذي تونسي والرجاء البيضاء. سراج مرحبا بك في داركم، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم انتم سادة دارنا، نحن الكل هنا. قبل ما نبداو نحكيو على مباراه الترجي الذي تونسي والرجاء البيضاوي، اكيد انه حققنا الهدف من دور المجموعات وترشحنا الاولانيين قبل بجوله من نهايه الدوره هذه. بالطبيعه ثم اهداف، بالطبيعه الهدف ثم الاهم والمهم. الاهم تو حققنا الحمد لله دور المجموعات بامتياز من غير حتى تفات، وتسجيل اهداف من برا والداخل. ان شاء الله تو باش نحضروا تو الماتش بار ماتش نكار والديمي والفينال. تو مازال المهم ان شاء الله باش يكون اكثر راحه، ما نقولش اكثر معناتها اكثر بريسون، بالعكس اكثر راحه. حتى الفترة الأولى أعطتنا وجه باهي، إن شاء الله باش يكون الوجه الثاني باش نشوف الأخطاء شوية تبعها وبتشوف الحاجات البوزيتيف والنيجاتيف باش نبنيو عليها إن شاء الله. تو لو كان باش نحكيو شوية على الماتش، لو كان تعطينا فكرة عامة على الماتش، كيفاش كان، كيفاش شفت الماتش بالضبط؟ الماتش كان الديبار بتاع الربع ساعة الأولانية ولا نص ساعة ومن بعد الميتون كامل، كان النسق كان حلو ياسر من ناحية الاستحفاظ بالكرة. بأقل انرجي طبيعي زميتون شويه قلق نوعا ما، عنده اسباب القلق هو كلك مينوت ما نقولش برشا، ما صار بس شويه وهذا عنده اعذاره بحكم نرجع للتالي شويه، نرجع مثل جمعتين تالي نلقاو الترجي الرياضي يلعب في فيتا كلوب في فواياج، تلقى روحك مثال مطالب هذا بنتيجه ايجابيه باش يلقى تكون عنده أريحية في رادس لهنا، بعد تلقى روحك في ماليتوال في رادس تلقى روحك مع الكلوب، هذي حاجة راهي مثالة وعشتها بالتجربة، راهي يفور راهو فيزيك 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 برشا ويفور زادا مونتال، تلقى أون بلوس زادا تلقى روحك مطالب بالنتيجة وبالأداء. طبيعي باش تلقى مثال شوية فراغ في بعض الحالات، اما كانت الحمد لله مثال كانت ريكسيون باهيه من غير لا ثم لا بلوسور كراف لا ثم كارتون اللي قدم مثال تروازيام ولا روج، هذا هي المهم. باش نحكيو على الماتش ككل بشويه معناتها تفاصيل، خلينا نقولوا انه الفريق ورق قوه شخصيه كبيره وقت اللي نكونوا متاخرين في النتيجه 2-1 ونرجعوا في المباراه وناخذوا النتيجه اللي تخلينا نترشحوا في المرتبه الاولى. صحيح كلامك صحيح، قوه شخصيه راهو شوف قبل حتى الاهداف كي تمرت ولا تقبل، خاصه بتبيعك تقبل تولي شخصيه تولي دوب. اما راه مسال زاد باش تلعب انت كوره لوطا راه من الجارديان تخرجها على اللاتيرال دروا ودخلها الوسط، وانت وانت في وضعيه نجم اي منافس معناتها يفك الكوره، هذيك الساعه شخصيه قويه. الشخصيه الثانيه اللي اقوى اللي انت تلقى روحك بمثال خاسر دوزان ترجع في في كيلكو مينوت تعمل ريكسيون تخلق لي كورنير تخلق بالاريتي، ما ريتش مثال لقيت الحاجه الباهيه في الترجي الرياضي، لقيت اللي ثم اللاعبين يبادروا هما باش ياخذوا الكره باش يطلع بها باش يدريبل باش يعطي باس باش شو يعمل فراب. معناتها الحاجه هذه طبيعه الحمد لله معناتها ولات الترجي ثم معناتها ولات خبره من اللاعبين بحكم المشاركات بالطبيعه وبحكم زاد حتى في الترجي الرياضي راهو حتى كي يكون الريكريتمون معناتها تاع لي جوار تغزر بالنظره الكاليتي تكنيك بالطبيعه فيزيك والكاليتي تاع شخصيه اللاعب. احنا بلغتنا نقولوا نحن واحد نغار وواحد قارح في اللعب، هذه اللي موجوده تو حاليا في اللاعبين. ريكسيون باهيه برشا مع عند الكوتش وقت اللي شفنا كوتشينغ وتغييرات خليتنا نرجعوا في النتيجه في وقت اللي نحن كنا متاخرين فيه. بالطبيعه معين قاعد الحاجه الباهيه معين من الاطار الفني جيستيون خويا ياسر مثال راه في بلاصة معين مثال باش يلقى روحه مثال باش يحضر، ما نقولش انا باش يحضر مجموعة باش نقول فريق، على خاطر معين عنده مجموعة معناتها باهية قاعد هو ياخذ منها الحاجات اللي بيستحقها، وكل لاعب كريتو معناتها كل لاعب اللي يهبط يعطي معناتها يخلي أداء باهي يخلي معناتها أريحية للمجموعة. هذه الحاجة تحسب زاد المعين اللي قاعد معين شونجمون نتاعو مثال، شوف أي مدرب يستفاد لهم الاختيار، خاطر ما تلقاش الانسان تلقى مثال انسان كامل
لونترينور معناتها اللي في نيفو كبير ياسر هو اللي استفاد، كل مقابل استفاد من الاخطاء ويردوا من سلب يردوا ايجابي. معين الحاجه باهيه ولا تشونجمون، مثال يلعب تاع دوز اتاكون، يلعب اتاكون يعبي الوسط، هذه يقرا قاعد يقرا في الادفرسير، هذيك الافونتاج اللي موجوده حاليا عند معين. قبل ما نكملوا سراج باش نحكيوا على نقطة معناتها اللي هو ركور حطم الترجي النادي التونسي، الترجي اليوم 20 مباراة دون هزيمة. شنو احنا باش نشوفوا حتى بالتجربة تلقى روحك مثال تلعب في افريقيا، تلقى الكليما، تلقى البريسيون تاع البوبليك ومتاع الريزولتا، مثال راه باش تعمل مثال باش تخرج بنون مينيموم ولا تربح. لكن شوفنا تو فيتا كلوب مثال سعاد يقول مثال فيتا كلوب برونابل، مش برونابل باش ربحت أربعة، مثال باش تربحها غادي. معناتها هذا الافونتاج نتاع نقولوا القدر نتاع الترجي الرياضي اللي هو لازم يمشي كيما الاكستيرير كيما يلعب في بلاده، ويزم لاعبين عندهم مستوى عالي من فنيين بدنيين وزاد ذهنيين، هذا اللي ساهم زاد في النتائج هذه باش تعمل ريكور. وبالطبيعة زاد الكاليتي نتاع الجوار والكونتيتي نتاع الجوار حاليا الموجوده، ما تمش ندخل في كلام اخر. مثال كي تشوف مثال لاعبين من زير، مثال لاعبين ما عندهم بصمه فنيين وبدنيين، مع عطاو الاضافه زاد الهون عطاو الاضافه، بدران في اللاكس عطاو الاضافه، وزاد اللاعبين زاد اللوكال عطاو الاضافه، هو فريق الترجي الرياضي اللي قاعد يعمل في الركور. للتو باش نحكيو ندخلوا شويه في الماتش، ولكن انا ما نجموش نحكيو على الماتش من غير ما نحكيو على الاهداف اللي تسجلت للترجي الرياضي التونسي. دونك خلينا نتفرجوا في البونتوات ومن بعد نحكيو عليها. هذا البونتو الاول نشوفوا فيه بونتو عبد الرؤوف بن غيث، راسيه كانت من عبد الرؤوف بن غيث افتتح بها ترجي النتيجه. كان نعاودوا في الاعاده نشوفوا الهدف، هوني مباركي عبد الرؤوف بن غيث، بونتو افتتحنا به النتيجة وكان نتيجة للضغط اللي عملناه. هو شنو هو يمكن الحاجة اللي بين البون فور في تو في الاسبيرونس اللي زلاتيرو معناتها اون باراليل يطلع تلقى شدي مثال ومباركي بون يطلع اون باراليل، مثال مش يطلع مثال على لين دو فون، معناتها يطلع اللي يدخل الميليو ومباركي يوصل لين دو فون، هو اللي يعمل سونتراج ويعمل سبيرتي نوميريك زاد في الميليو وفي الاتاك. من هنا نشوفوا زاد الحاجه الباهيه هنا في الفاز الاخرانيه، تلقى مثال الهوني ما يلعب على اليسار هكا على اليمين، وبن غيث هكا خذا بلاصه الهوني، ثم بيرميتاسيون روتاسيون باللي جوار. شوف هنا في 16 متر 1 2 3 4، وانت حطينا الرجاء في الكون تاعها. بالطبيعة فضل زاد اللاتيرال هو مباركي اللي كان قبل معناتها الدربالي تاعو حمدوله رجع، معتقد المنظومه هي بيتا اللي بشرب على اليمين لازم يعطي سوليسيون، يعطي زاد حل اكثر للديمي على اليمين. هذا الهدف الثاني. الهدف الثاني مثال حطينا في الكون تاعهم، صار ضغط كبير ياسر الوقت هذاك في 2-1. شوف هنا رونفيرسمون لان روتري بالراس حلوه ياسر، حتى يعقوب قبل ثم قبل قبل كان يحاول هو يحبي مركي، معناتها مستهلك التايمينغ هذاك والتفكير في المومون هذاك مستهلك، طلع رجع حل ثاني مستهلك حاجه باهيه ياسر بالطبيعه. والبوسيون تاع بنشوك دوزيام بال اللي عندها قيمه دوزيام بال، شوف راه اللي راهو فيه هذوما راهو ما تجيش هكا وحدها مثل كومبينيزون ولا اكسيون هكا ما تجيش بالطبيعه. معين معناتها قاعد هي كلها معناتها افكار قاعد تتجدد. على كي نشوف الكفران مع الاطوال زاد الكفران تاع خدمه، يجي جوار معناتها وحده هيك باش يعطي مثال باس لاتيرال وكل اونجاجي للجارديان ويجي واحد تبع كل شيء فيها خدمه. باش نحكيو على الهدف الثاني سراج، لكن باش نرجعوا شويه جوست، فما برشا عباد حكيت انه هدف فيه تسلل. كي يجي يشوف هذا قاو فوالا شوف فوالا شوف توا يعقوب بن خدي الاولاني في الرجل مساج، اما شكون مس؟ شكون اللي قدام يعقوب هنا؟ بدران مساج ناخذ على المس الكره الثاني، كان عاود شوف لهنا قال مكسر الرجل هنا. شوف هاي بدران هو اللي في الرجل، هو في الرجل، اما يعقوب لا، لكن بدران ما لعبش الكره، يفتر هي ولا يفتر، هو بدران يجري في الكورسه وراها يعقوب
ماني لي مينين والعقوبي ما تعرف قرات ترجكتوار واقي سابق ديفونسور سابق ولا هنا تبع شو مستحقين الاهداف كما انك توا ساعات تم ساعات تقراك مثال في كومبينيزون ولا في كوره باش تبني هجمه ساعات مش ريسيت باش تقراك في كفران اللي الاسبيرونس عندها سنين معناتها توا الحمد لله اللي بالاريتي معناتها هي البونفور بتاعها ومفتاح المقابلات خاصة باش تجي تا لانكار ولا دومي فينال فينال هي اللي كفران هي اللي باش تعطي الحلول خاطر تلقى اللعبة السرية برشا بركة الله ثم يعقوبي بالراس ثم بدران بالراس ثم لاتاكون وترى خنيسي لكوليبالي كوليبالي عندنا لي تيرور الحمد لله مثال ثم لي كفرون نجم البروساج به كيما مثال بن ساحة كيما زاد برمضان معناتها الحمد لله معناتها قاعدين ثم تطور معناتها سريع. نسألك على حاجة في اللقطة هذيا سراج الفرحة اللي تشوفها هذه نتاع الممرن معين شعباني ومدربين الكل الفرحة هذه أنا ساعات ما تجي حاجة هكا تو يتفرج مثال اللي يتفرج ما احنا في التلفزة راهو في اللونيفو تاع برا راهو ثم اونتونور تلقاه واقف ما يردش الفعل وثم الزوتيور ترد الفعل هو راه مازال كان جوار معناتها مازال يحس بك الامبيونس وبك الجو السخون تاع هو انكونسيامون يجري شوف انت مثال كان لاحظت انت كلوب ولا دي زونترور تاو في النيفو الناس كل ثم تكون ثم كونتي زاد يخرج من التيران يمشي حتى الكورنيك حاجه عاديه معناتها حاجه هذيك تعطي ميساج اللي هو قاعد يعيش في الماتش قاعد يعيش الفرحه نتاع الجوارات يعيش في فوق الامبيونس تاع الببليك زاد حتى المسؤوليه راه مثال راه الترجي راهي في شامبيونز ليغ كجمعيه بالسهل يحس بك جوا بك هي كل ايموسيونيل معناتها ثم حاجه كان يلعب في الاسبيرونس كان هو يعيشها كان هو مركب بندوات زاد وفرح هو جربها وهو راه كي يولي اونترور يتعب اكثر في هذيك كي يجري هذيك هو يخرج لك اللي كيما نقولوا نحن ستريس يخرج باهي جيس هي ريكسيون باهي راه حلوه ياسر يتفاعل باهي ريكسيون كي يمشي يعلم جوارات يعيش معاه هذيك هي الكرة تطورت ولات راهي علاقة من بين الانترونور ولي جوار يتفاعل معاه في الربح يتفاعل معاه لا قدر مثال في خسارة ولا مشيش بكدا هذيك قوة الانترونور ولات سيراج في آخر كلامنا اليوم كيفاش تشوف مشوارنا في بقية الشامبيونز ليغ الأفريقي؟ تو دور المجموعات خدينا منه الحاجات الحاجة الباهية ثم إيجابيات برشا من ناحية الأداء تاع اللاعبين وطريقه اللعب زاده وال حتى علاقه اللعب الفردي بالمجموعه كيفاش التكامل كما نعاود نقولها مثال جاي مقابلات صعيبه من ناحيه مش من ناحيه الحمد لله على المستنسين حتى اللي قدك نخسر الاكسيرتي رياكسيون معناتها في رادس هو الفريشور نتاع اللاعبين يمشي ندخلوا لانكار خاطر كي تشوف الرزنامة سيري برشا ثم فونتاج الحمد لله اللي ثم مجموعة كبيرة ياسر ينجم مثال معين باش يرتب ويدخل ويخرج باش نلقاو فرق باش تقرا ألف حساب لسبيرونس خاصة في رادس ولا هاجس بالنسبة للفرق الأخرى من ناحية الأمبيونس ومن ناحية الرياكسيون تاع لي جوار والبيبليك تقعد مثال الحمد لله ولينا حتى في الاكسترير كي نلعبوا طريقه باهيه مثال ما نتجوش الكره ولينا ما نوصل للكاج كره باهيه الجروب توا معناتها كامله ان شاء الله نكملوا مثال في صحه اللاعبين الكل ما ثماش مثال ان شاء الله ما تجيش مثال قبل بجمع ولا حاجه ان شاء الله نكونوا توا ناس كل منظمه بالطبيعه هذا خدمة الإدارة الفني وخدمة خاصة البيباراتور فيزيك عنده دور كبير ياسر من ناحية اللي ما ثماش بلوسيل غراف لانكار أين كان باش يدير القرعة أي فريق هما خايفين من سبيرونس مش نحنا ما باش يخافوا تو سبيرونس خاطر يشوفوا في الأداء نتاعها يشوفوا الريزلتا نتاعها هما متخوفين صار عامل أساسي لينا نحنا حتى في بلادهم بالعكس أنا الأفونتاج عندنا نحنا بذول حتى اللاعبين الكل الرفاهة مثال عندهم الخبرة الكافية
حتى اللي جبناه من جد الحمد لله جاوا على بكري، شافوا الامبيونس وشافوا البريسيون، عاشوا قاعد يعيشوا فيها قاعدين، والاخطاء باهت الاخطاء راهو كثيره في المقابلات، مش معناتها كيما نقول الببليك ما يتنرفزش على باش نرجع للماتش الاخراني مثال صارت الخطا نتاع الشتي راهي باهي كثير توا، خاطر في الانكار باش يعرف قيمه الخطا اي لا عادي. باش نلقاو مثال فرق كلها مجندل الدرجة، راك شفت انت مثال الرجاء في الالي شديناه غادي لهنا عملت رياكسيون اكثر من طاقتها باش تعمل هي رياكسيون، معناتها الحمد لله توا مثال الباركور ما نقولش انا ساهل، مش نقول ساهل تبيع، نقول مش صعيب، معناتها احنا نجيو معناتها في الوسط نكونوا برشا نكونوا لوطا نلعبوا لعبة نفرضوا لعبة نحن نتاعنا اللي مساسين به، والحمد لله خير دليل اللي كي نمشيو للاكستيريور توا اللي نعرفوا بالكتاب اللي ما ثم مفاجآت، اللهم كان تحبين اربيتر يمشي عامل من العاملات اللي يقدر تراجي الحمد لله من نواحي كل عائلة واحدة باللاعبين القدم ولا بال، ونحب زادا نشكر زادا وتحية للجماهير العريضة اللي من شمال الجنوب تبيع ذوكم راهو يحبوا جمعيتهم برشا خاصة في الجنوب وفي الوسط وفي الواحد، وزادا اللي في الغربة زادا في القارات الكل.